Now we done. We done. نعم أمي. تقبريني، تعي دقي الكبة عني، حاكم كتفي عم يوجعني وحاسس ضمه. أمي أنا كم مرة قلت لك إنه دق الكبة ما بحبه؟ ليش بقى؟ ست الحسن. لأنه ما بقدر أتحكم بالجرن. شو يعني؟ يعني كل ما بدي دق دقة بدها تطير من الجرن شقفة لحمة، وبدين يتكوشوا علي القطاط وكل وحدة بدها لقمة، يعني ما بكفيهم يشموا الريحة، كمان بدهم يذوقوا الطعمة. من هالناحية اطمني، اليوم القطاط انصابوا بالتخمة. وليش بقى؟ رميت لهم اللحم المدهن لحتى يعلكوا، المساكين عندهم جوع مزمن حتى العظم قرمشوا، ولما اجى اخوكي محسن سحب الصحن من قدامه وخرمشوا. المهم هلا، انا ما بيطلع بايدي دق الكبة. وليش بقى يا جدبة؟ يعني كل هالقد الشغلة صعبة، عم اقول لك ملقوطة من هون بين الكتف والرقبة، وإذا حضرتك ما بدك تساعديني، ماشي، هلا بدق على بيت المارديني. خلاص خلاص. اف يا شو هاد؟ أصلاً أنا الله ما خلقني غير لحتى أشتغل بهالبيت وأنضرب على قلبي، يعني وين في شغلة معدتة؟ تعي يا وداد ساعديني، والمطبخ إذا انتكت له نكتة، يا ريت تضبي تقبريني، والشغلة اللي فيها كركبة ولتة، دبري يا بمعرفتك تدفنيني. طول عمرك عوجة يا قتي. أصبح لا تحاولي تجلسيني بتكسريني. إيه علينا، هلأ رح تعملي لي صرعة مشان شوية كبة؟ تضربي أنت واللي بسخرك بغرض شو صايرة دبي. ماما منشان الله فهميني. أنا ما عم بتهرب من خدامتك، بالعكس أنا بعتبر حالي بهالبيت جاريتك وخدامتك، بس والله ضاقت خلاقي من البيت ومساواته، لا وصار لي أكثر من 15 يوم ما طلعت فشخة وحدة براته، وفتح عيوني من على بكرة على الشغل، وبضل بنحط طول النهار مثل البغل، وبصراحة لما بشوفك عم بتدلليني أكثر من معتاد بيهبط قلبي للركب، بقول لحالي ديري بالك يا وداد، ما بيدللوا الحمارة إلا لزق المية لنقل الحطب. لا يا وداد انا هيك عم اعمل فيكي يا ماما انا لك يا هبله انا عم بشغلك بالبيت لحتى تندعكي منيح وربيكي وتفوتي على بيت العريس جاهزه ومن مجاميعه وافتخر فيكي ماما بوس ايدك لا تفهميني غلط انا عم اقول هالكلام من مللي يعني ما في مشوار وعدتوني فيه زبط ولا حدا عم بيقدر زعلي ولما بجي بدي صارحك بحس لساني ارتبط وبابا ما بقدر صارحه بدوب من خجلي يعني إذا البنت ما فشت قلبها لأمها لمين بدها تفش؟ قد ما كان الأم بتحمل همها مو معقول ما تنطش يا النقطة ترشك رش شو صايرة مبلضمة؟ والله اللي بيسمعك بيقول مسكينة هالبنت شو مقهرمة طبعاً مقهرمة ومالي حاسة بجنس السعادة يعني شلون بدك تكوني سعيدة وأفكارك أسود من القطران وصايرة قرارة يا بعيدة مثل عمتك أم شكران طبعاً بدي صير قرارة بدي عوض نقصي بالحكي هلا بالمختصر وبمختصر العبارة ممكن أعرف شو بكي؟ بدي اطلع سيران برات البيت لانه الحيوان اللي هو حيوان ما بيضل مربوط جنب الحيط طيب شو رايك نعمل لك سيران على ضفه نهر قليت ماما من شان الله لا تمزحي يعني مالي لقياني مزح ومو حلوه منك تردحي وتنزلي فيي كسح انا ما عم امزح بس عم اقول لحالي كل هالكركبه وهالنرفزه مشان سيران يعني كل هالقد الشغله مهمه بالنهايه انا انسان وما في اصعب على الصبيه من انها تعيش مثل الكركمه اي طيب ما فيها شيء احكي وجعك لابوكي ليش ساكتي ما بعرف بخافي اللي شغلتك ناكتي انت قولي له ولا يهمك بكره بالنهار رح اقول له بركي بياخذنا شي مشوار وبينسى شغله هيك ها لك تسلمي لي يا ماما ما احلاكي لك على مهلي هلا بوقع انا وياكي ايه ما بصير تحكي هالحكي يا ابو محسن ما بصير تقتل حالك بالشغل عذرني يا ابو جميل ما بحسن لازم اشتغل مثل البغل محشوم يا ابو محسن محشوم بس شو زودوا فرع الشغله معك اه شفناك لما السوق خفضك وشفناك لما رفعك بعدين كل انسان بهالدنيا له رزقه مقسومه يعني ان كان معلم ولا صانع ولا موظف حكومه بقى انت ليش حامل لي السلم على كتافك بالعرض نزل لي السلم عن ظهرك وحطه بالارض ما بقدر يا ابو جميل ما بقدر لازم اشتغل ليل نهار لا ويلي بيطير العقل اني عم بشتغل شغل الجبابرة وعم ببرم سلوكات وعقل للدوامنة والحوارنة والجوابرة ايه بس النهفة انه الطلب على شغلي قليل بقى شو سر هالوقفة فيك تقلي ابو جميل ايه ما في سر بس السوق داير هالكم يوم طيب هاي انت ما شاء الله وكان حقلك عم تبيع بيع بخوف مو حسيدة وغيرة من شغلك ايه بس لايمتى بده يضل شغلي موقف احط بالخرج اخي راتب وحاجتك تلوم الدهر وتعاتب ما في لزوم تصفن وتدقق من شان صحتك حتى ما تقول أبو جميل ما نصحني هاي أنا نصحتك ها
على كل حال مر لعندي المساء بركي بلاقي لك شي حل. تفضلي خالد. ايه والله من يد ما اعدمها يا حق، ويسلم لي هالطول يلي مثل عرق الزنبق. تسلمي يا خالد. تسلمي يا خالي. تسلم لي هالملافز ما احلاها، سبحان الذي خلقها وبراها. يعني قد ما شافت عيني بنات لم تعشق سواها. صحيح هي شويه كبيره بالعمر، لكن يسلموا لي السمر يلي حلاوتهم مثل القطر. هي حلاوه عيونك يا خالي. هي حلاوه عيونك يا خالي. لك لا تجنني بالفاظك بدون شيء انا اسيره الحاظك. شو هاد يا انعام؟ وداد كل ما لا عم تزداد حلاوه، وانا ربي يشهد علي بالايام اللي ما زرتكم فيها ما دقت طعم الهناوه. ليش كفى الله الشر؟ لانه انت مثل اختي يا انعام، وربي يشهد، ومعزة وداد مثل معزة بنتي اذا ما كانت ازود. بس شو بدنا نعمل يا خيتي، هالدنيا عم تاخذنا من بعضنا، وانا بجيتي هي حبي لملم شملنا. البركه فيكي يا ام جميل، هذا كله من معدنك الاصيل. ولو اقل منها يعني، لانه من مسؤولياتي وواجبي اوصل الذي انقطع بيناتنا، وما حدا عص على دنبي ولا نتف حواجبي لحتى رجع الساقيه مياتنا. وبصراحه الصراحه والله يبعدنا عن الاباحه، يا ما سهرت مكركبه ومعكره وانا عم فكر ليه صارت بيناتنا هالقطيعه. وشو كنت اقول لحالي؟ اي والله انعام مثل السكره، ومو معقوله ازبله زبله الكلاب وبيعها. لانه لو كان الواحد معاشر فاره وننه شهر بتصير عنده حبيبه القلب، بقى كيف لو كان مرافق جارة عمر؟ بده يشتاق لغصب. المهم يا انعام، لما اشتدت فيني الاشواق وما عاد فيني صبر على الفراق، نسفت ملايتي ورأسا استلمت باب الزقاق. قال لي ابو جميل لوين رايحه يا منظومه؟ قلت له لعند حبيبتي نعومه، وهذا كل اللي صار. اهلا وسهلا فيكي، يعلم الله اني انبسطت فيكي. ايه ستي، شلونك انتي؟ وشلونه افنديكي سيد راتب؟ وشلونه ابنك محسن؟ الحمد لله والشكر لله، عايشين بثبات ونبات ومبسوطين بهالحياة. بس يا حصرتي، شغل جوزي كاسد والسوق ماشي عكس ما هو رايد، ويا من ترى عم يكافح ويضانش وعم يشتغل من الفجر للنجر. ولو كان السوق ماشي ورايش كان من زمان أبر الفقر. بس شغله يا حصرتي على الفاضي، ومن سنة تقريبا ما شفته راضي، وعينن ترى عم يصفان ويفكر. شي بيقول لك بدي بيع الدكان، شي بيقول لك بدي سكر. ولما بيقعد بالسهره بيقعد بجسمه بس، تفكيره وبرا، وما عاد له مرق لا بالسيران ولا بنزهه. يعني صاير خلقه ضيق ومنادمته كرهه. يو شو هالحكي اللي عم بسمعه؟ يعني معقول الشي اللي عم يصير معه؟ ما بزل عليكي بحرف يا ام جميل، مثل ما قالت وداد واكثر، يعني كثير صايره عيشته كئيبه هالمعته. ايه ما بجوز هالحكي يا انعام، ما بجوز منه. يعني معقولة جوزك ما يطالعكن ولو انه سيرانة بهالشو؟ ايه والله والله جوزي ابو جميل كل يوم والتاني بيعمل لي مشوار، وبيبلش يغني لي امتى الزمان يسمح يا جميل هيك لحتى يخلص النهار. ومهما كان بالبيت سقيل بخفف دمه بالمشوار، وعلى نكت وتهريج وتمثيل وحزازير وتسالي واشعار. ايه نيالك يا خالي، معناتها شغل جوزك داعس لحتى عم يسكر دكانته ويعطل، ومشان هيك الزلمة مقايس ومو سائل على محله المقفل. لا مو هيك، بس جوزي عنده صناعية وعامل حاله الخواجة معيط، بيقعد فيها شوية الصبحية وبيشمع الخيط. ايه الله يهنيك يا خالي ام جميل، ويهني ولادك بعيشتهم، ويعطيك العمر الطويل ويخلي لهم ابوهم لحتى يبسطهم. يو تقبريني على هالكلام الرزين، اللهم زيد وبارك. والله لو كان ابني جميل اكبر من هيك لجوزتك يا على الحارك. امتى طلعتي اخر مشوار يا وداد؟ يا ستي اخر مشوار طلعته برات البيت كان لعند السمان ابو نصار لحتى اجيب تنكه الزيت. الله اكبر كبيره على مسحك، شو مهضوم مثل خفه دم بنتي سميره كانك انت وياها توم. إيه بس انا عم بحكي جد ما عم بمزح، صار لي شهور بتنعض ما طلعت لمطرح. لهالدرجه؟ الله وكيلك يا خالي، صار لي اكثر من 3 شهور ما شفت غير خالتي دريه وعمتي رمزيه وستي امونه، وهن اللي اجوا لعنا مو نحنا. ويا من تراني عم ضب النمليه وعز البيت المونه واطبخ محشي ويا خنا. ويا ترى شو موقف امي؟ انا تابع على جوزي وجوزي ما عم يفضى. ايه حاجه بقى حكي فاضي وجهاله نسوان، من بكره انا عازمتكم يا على بسيمه يا عشاء دروان. صحيح خالي بتوافقي امي؟ مو لنسال ابوكي؟ لا تخافي، وابوها معزوم كمان.
انا بخلي جوزي ابو جميل يدبره الليله، المسا بخلي يخبره. لك تسلمي لي يا خالي ام جميل، يعني بعمري ما رح انسى لك هالجميل. لك امي الله يرضى عليكي اعملي لنا كاسه شاي على التمام، لانه بدي احكي انا وامك جوز كلام. اي مو على عيني، انت بتامري امر. ايه ما بصير هيك يا انعام، البنت لازم تطلع وتفوت، مو تحبسوها على الدوام مثل الدبانه بعش العنكبوت. بعدين لا تنسي شغله هي الاهم والاساس، هو انه البنت صارت بسن جواز، يعني لازم يشوفوها الناس وتنقولها عريس ممتاز، مو هيك ولا انا غلطانه؟ محشومه ما عاش مين غلطك، الله يبعث له شب يدلله ويفهمها، وفعلا يلي بده ياخذها عظه من السماء. لكن امي الله يرضى عليك امريني، اعطيني سجاده الصلاه وابريني. على عيني. ولك اخي التحسر على الوضع ما بفيد، وانت مالك مصير، ويشهد الله مالك بليد، بس بهالسوق ما في شيء ببشر، يعني بلا منشرح، التجار صايبتن عصا، والكل عم بيشتكي مثلك، وعدد لا يعد ولا يحصى، بقى انسالي الهم شوي وعيش على مهلك، واللي بريده منك انك توقف الشغل، حاجة بقى تخزن مستودعاتك سلوكات وعقل، لو شوفت عينك، ما في تصيف البضايع. وشو بنعمل يعني؟ نشهد على باب الجامع؟ امنتوا بالله على هالحكي؟ ولك شو انت ما عندك مخ؟ والله بعرفك حربوق وذكي وبالفهم والتدبير مالك اخ. بشو انا غلطت يا ابو جميل؟ ولك حبيبي انت ابن كار وتاجر، حسب السوق لازم السوق، بقى ليش عم تعمل حالك حمار وعم تجائر؟ يعني مو بس وحدك المخنوق، المصيبه يا صاحبي عامه، والازمه يا روحي شامله، يعني التجار اللي اكبر منك نخو. هاها هذا اللي بدي اقوله، صحيح التجار اللي اكبر مني نخو، بس هن معهم مصاري يصرفوا وجخو، اما انا يا حسره من اللي انا عم بصرف من الغله اللي عم تطلع لي. لا لو كنت مهمل قبول التقصير مني، إيه بس شو بدي اعمل؟ لا اعمل، ما في ولا خليجي عم يشتري مني، يعني عم بدبح حالي بالشغل دبح حتى بيع زبون، واوقات عم بيع بدون ربح وبالدين احيانا وبدون عربون، ومثل ما لك شايف ما عم سكر الدكان ولا لحظه، ورغم هالشي غير بالطفرانين ما عم بحظه. يوم لك قوم عبس، اليوم فهمك مسطوم، قوم لنغير الأسطوانة ونتمشى برات الدكانة. لو بدي قوم؟ بدي ورجيك على هالشوفة. أنا شوفة؟ سبحان ربي شو بصرتك محروقة، قوم لقلك. شريف لك وين رايحين؟ ما بدي افهم، خلينا نرجع من هلا بيكون اسلم. يلا يلا ما تقول الا وصلنا. ولك رجلي دوحس وبالصباط، مع اني فكيت وحليت له الرباط. امشي امشي. ها وصلنا لبيت القصيد، شوف لي الشوفه اذا بتريد. اعوذ بالله من هالشوفه المرعبه، ليش بدك تأرجيني هالمنازل المكربة؟ أنا جايبك حتى تتأمل وتتمعن. لك يا عمي بشو بدي أتأمل؟ أنا هيك مناظر ما بتحمل. لك على مهلك وين رايح؟ الله يصلحك يا أبو جميل، جايبني على المقبرة، أنا ما بطيق منظرها. فوت فوت فوت. أنا جايبك لهون لغرض، وهيك المفترض. وشو هالغرض بقى؟ بدك تدفني بالحياة وتخلص مني ومن نقي؟ لا بس شايف المقبرة قديش فيها ناس كلهم ماتوا وما فازوا من الدنيا إلا بعرق قاس، كلهم كان عندهم أعمال وما خلصوها، وعندهم طموحات وآمال وحياتهم للشغل خصصوها، بس رب العالمين فوق الجميع هو اللي بده ياخد أمانته، وعمرك بيخلص على السريع وبدك تنزل بجبانته، ومولانا عليه السلام عزرائيل لاحقك 100%، لا بيقبل رشوة ولا برطيل ولا حتى إكرامية، بده يقبض روحك وروح أمثالك بأمر المولى عز وجل، وما بينتظر لتخلص أشغالك، لأنه مؤكد رح يضجر ويمل. بس أنا يا أبو جميل. شكور المولى على الصحة، روح انبسط وتسيرن، والحالة ربك بيصلحها، بقى لا تقبضها وتتحيوان. أنا يا أبو جميل مختلف عن غيري، إذا غيري كان. ولك أنا بعرف التجار نصهم طماعين، يعني إذا ما طالعوا بنهار بقرة جحي بيقولوا لك خسرانين، وبالتالي إذا ربح التاجر نص مليون بدل المليون بيقول لك خسرت، أما شو خسارة؟ كأنه من حقه يملك الكون، بقى اسمح لي هاي مو اسمها تجارة. طيب طيب ماشي الحال وعلى الله الاتكال،
خلينا نمشي من هون. جماعة شبكم ساكتين؟ يلا سمعنا صوتك الحلو أبو جميل. لك صحيح أبو جميل، ليش أبو ضجد؟ ريتو ينتعك قرب. هات سمعنا، سمعنا علشان الشوك اللي بالورد. لا بابا، غني لنا ما تقولش لحد. سلامة عرفك سميرة، هيا أبريت أبو جميل غني لنا، يا ريت ننسى الحب يا ريت. والله مالي حافظة. إلا كان غني لنا غنية أصل الغرام نظرة لماري جبران، هي غنية بيعرفها مين ماكا؟ إلا أنا. لك حلو عنه يا جماعة، شو مفكرينه مطرب بالإزاعة؟ فشروا المطربين، صوت أبو جميل أحلى. بابا غني لي إجاني الحب على غفلة لما كنت عم صيف بجبلة، هاي بتطلع معك كتير حلوة. لك منين نكشتينا الغنية هلا؟ أبو جميل غنينا أنا ومرتي رح نتطلق. يعني هي أحلى خالق دعاء. هلا مالنا بالطويل، سمعنا أنت الزمان يسمح يا جميل. يا جماعة اتركوه يغني على كيفه، غني لي على كيفك عمو. شايف لك رح بطل الغني، وإذا بدكن ياني غني رح أغني لعمر لزعني. عمو بدنا غنية طرب، يعني شوية موشحات شغل حلب. طيب اتركوه يغني اللي بنفسه. وقال إذا بدكن تحيروه خيروه. والله خايف إذا غنيت غنية على كيفي قوموا تزعلوا مني. ليش كل هالقد ذوقك مشرشر؟ علينا، قال لا تقول للمغني غني ولا للرقاص رقص. ولا يهمك ابو محسن، رح غني لك غنية بتعجبك كتير. حلو، هات لنشوف. اسمع اخي، ساعديني بجميل. يلا على عيني. امتى الزمان يسمح يا جميل واسهر معك على شط النيل؟ امتى الزمان يسمح يا جميل ان شاء الله ما بعد ما الصوت يا حق. خلي لي اياك يا ام جميل. لك فعلا شو هالشحرير اللي بحنجرتك يا ابو جميل؟ لك وين كنت مخبي هالمواهب وين؟ ما لك حق منوب. يا عيني عليك يا عمو على هالطرب الاصيل. فعلا هالغنيه بالذات من الوزن الثقيل. نيالك يا ام جميل، صوت جوزك مثل البلبو. بس لا تأخذوني، زلعومي مجروح وصوتي شوية مبحوح لأني أكلت قبل شوية شيفة دهنة بالفلفل، ضايقت لي حنجرتي، كنت رح أسعل. ولا يهمك عمو أبو جميل، هاي صوتك مبحوح وطربنا، فشلون لو كان صاغ سليم؟ كان دبحنا. سيد محسن قال صوتك كتير حلو، بقى ممكن. أعوذ بالله، قال حلو قال. مرة غنيت برحلة، قاموا رفقاتي قبل ما خلص الغنية عملوا لي قتلة. طيب قيمونا هلا من الطرب والغني، وخلونا نتسلى بالحزازير. إيه حذرنا حذرنا أبو جميل. أبو جميل شاطر كتير بالحزازير ها؟ ما في مانع، يلي موافق يرفع أصبعك. أنا موافق. عظيم كتير، هلأ كل واحد منا بده يحذر التاني حزورة، ويلي ما بيحذر نفرض عليه جزاء، يعني بيرفع رجل وحدة. إيه لا عمو تخينة، شلون بده يرفع رجل وحدة؟ إيه طيب بيرفع الرجلتين. اسمعوا يا جماعة اسمعوا، أنا فكري المغلوب ينفذ أمر الغالب، وشو ما بيقوله بيساوي. بس يكون شي بالمعقول، مو تطلب طلبات تعجيزية. طبعاً، يعني محلاكن وقايلين لي قوم اشرب مية النهر. ليش عارفان حالك رح تبوطك؟ طيب، هلأ أنا رح حذركن، مين بده يحذر؟ أنا. يا ستي الست أنعام، اسمعي منيح، إصبعي أصفر وماله رخيص، عضيت وعضة شلح القميص. موزه برافو عظيم، عرفتها والله. هالمره بدي حذر انا ام جميل. يلا انا جاهزه، تفضلي. شي ظهره كبير ومنفوخ، بطنه مسطح ومسلوخ، وحامل حباله على صدره، والعاشق بحن لذكره. عيدي لشوف. لك شبك ام جميل سهله كتير. شي ظهره كبير ومنفوخ،
بطنه مسطح ومسلوخ وحامل حباله على صدره، والعاشق بحل ذكره. وفي منه بهالجلسه امي؟ لا وداد، ما بصير تردوها. ظهره كبير ومنفوخ. عرفته عود. برافو خالد. كان لازم من زمان تعرفيه خالد، كثير سهله. هالمره بدي احذر ابو جميل. تفضلي انا جاهز. شي قدو قد الليمونه وبيعبي بيت المونه. بلوره الكهرباء. طيب يا ابو جميل. يعني معقوله امي كمان انت؟ شو هالحزيره؟ ما لقيت غير ابو جميل تحذريك. عمو ابو جميل شاطر وبيحذر اوام. طيب هلا بدي احذر وداد. تفضل عمو. شيء إليك وبيستعملوه الناس. سهلة اسمي. دوبري قلبي شو ذكية. دورك يا وداد. أنا بدي حذر سميرة. يا سميرة، شيء تحت المطر وما بينبل، شو هو؟ الخيال. برافو. برافو عليكي. والله تاريكي مهينة. ليك الدرسانة ليك وشلون عم تحزي. لك تحزي سواهي دواهي. يا والله. هلا أنا بدي حذر محسن. يا سيد محسن، شي قدو قد الكشتبان بيبلع البحر وما بيبان، شو هو؟ شي قدو قد الكشتبان؟ ايه كشتبان الخياطة يعني. مقص. هلأ المقص بيبلع البحر. بسمار. هلأ البسمار بيبلع البحر، بالعكس البحر بيبلعه. بيبلع البحر؟ شو هذا اللي بيبلع البحر؟ بصراحة ما عرفته. البلوعة. هلا البلوعة بتبلع البحر؟ طبعا. هذا إذا ما كانت مصطومة. ايه سميرة، بإيش بدك تكلفي؟ والله ما بعرف. خليه يبوس إيدك. لا يوه، شو يبوس إيدي؟ عيب. شو الحكي؟ خليه يشرب 10 كاسات مي بملح. لا خالي حرام. طيب من الحنفية بلا ملح. مظبوط بلا ملح. منيحة منيحة بلا ملح. خالي طي حرام ما بيجوز. طيب شو بدك تعملي فيه لكان؟ خليه قلت صوت الديك بصوت عالي. معقولة؟ معقولة؟ يلا سميرة، سميرة تطلعني بالبيت. هلا ما عم تقدر تقلت صوت الديك. يلا انا شوف سميرة. حاضر. كيك كيك كيك. هلا اجا دوري. انا بدي حذرك لك يا ابو جميل. تفضل. يا ابو جميل، قالت المخلوقة أنا الخفيفة أنا الظريفة، بقوم من حضن الوزير بقعد بحضن الخليفة. شو هي؟ مبينة المروحة. حلو حلو. برافو. لكن جوزي مثل زبدية الصيني، منين ما رنيتو برن. وهلا أجا دورك يا راتب. هات لشوف. أخبروني أي شيء أكبر ما فيه فمه وابنه في بطنه يرفسه ويلكمه، وقد علا صياحه فلم يجد من يرحمه. قطار. هلا القطار اكبر ما فيه فمه؟ ايه مدخنه يعني. ايه لا ما حذرت. ببركز كمان. لا. طيب الشاكوش. ايه لا لا مو شاكوش. ما بيصير هيك يا جماعه، ما بصير تردوه، باينتوا علق علقه مرتبه. طيب لكان ساعه. لا سيدي مو ساعه. طب شو صار لك؟ اسفن لك شوية تانية، كتير سهلة، بيستعملوه بالمطبخ. شو أم محسن؟ بعاقبك بداله. ها؟ لا أبو جميل خلاص ما عاد تحكي ولا كلمة. ايه أبو محسن شو صار معنا؟ بابا فكر فيها شوي. وابنه في بطنه ويلكمه. لا بعدك قلت له بدور كاس ما قبل. خلاص الواد يا أبو محسن. ايه ما بعرف عجزت. الهاون. شفت الهاون خالي؟ بس شاطر علي، سهلة كتير الهاون. أوجر إنه الكبة ما بتفرق، لانه اكبر شي بالهاون تمه، والمدقه هي ابنه، واذا سمعوا الناس صوت السفق والراع ما حدا بحن عليه. فعلا شو ما خطرت ببالي. قوم لكان قوم، بدك تنفذ اللي بقول لك عليه بدون قيد ولا شرط. ايه بس لا تشلحني بالظلط. ايه لا ما وصلت مواصلنا لهون. لكان شو بدك؟ اها شوف بقى يا ابو محسن، انا شايف براس الشجره في منديل احمر. بدك تطلع تجيبه. لا ابو جميل كثير هيك حرام عليك. لا شرط شرط، مو هيك اتفقنا؟ بلا عمو، بس حرام عليك، هذا بابا كمان. لا لا ولا يهمك بابا ولا يهمك، شايفتيني قدامك اختيار مصوفين. يلا 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 الله. ايوه ايوه. الله يجيرك الله يحميك. هون هون ارجعك هون. لا لا يا جميل لا.
يا مكسورة يا مشعورة. محسن مين بعد ياخذ اسعاف على المستشفى؟ مين؟ انا مين؟ بسيطة بسيطة. وليد دخل كرسي. لك وليد. ان شاء الله الحمد لله على السلامة يا ابو محسن. الله يسلمك يا ابو جميل. لا تاخذني من شان الله، كل الحق علي. كانت باطلة ومحولة روحتنا على هالسيران. هلا شو دخل السيران؟ بسيطة يا انعام بسيطة، هذا قضاء الله وقدره. بعدين مين قال له يروح؟ إيه ما حدا جبره. ضروري تطلب منه يطلع على الشجرة؟ يعني ما كان ناقصنا الا هالشغلة حتى تكمل المسخرة. إيه والله لو كان قرد كان استصعب هالطلعة. هلا يلي حصل حصل وما في داعي للملامة، لأنه إذا تعاتبنا من الصعب نوصل لطريق السلامة. وإمتى رح يفكوا الجبصين ونخلص من هاللبكة؟ هذا على قد ما نكون حريصين وقليلين حركة، لأنه الكسر صار من أعلى الحوض للفخذ مو واقع على مقعده، فلازم نداريه يا أم حسين ونسليه ونسعده. يعني قديش بده بابا ليطيب ويرجع مثل الأول؟ يعني شهرين شهرين ونص، هذا إذا طول. بس بدكم الصراحة، هالمجبر الجبراني بدعة، رجع العظم لمحله بكل رياحة وخلص الشغلة كلها بسرعة. ستي الله يسعده ويبعده ولا يحيجنا، نروح مرة تانية لعنده. ايه ستي الحمد لله على سلامته. بس وينك؟ لا بقى تتولدم وتتعربش على الشجر، هاي الشغلة خلقت لأولاد الصغار. يلا سلام عليكم. مع السلامة. معافى ان شاء الله خيرك. سبحان الذي كبتلك كبتلي، انكسر حوضه الزلمة وانت اخذ الشغلة انقلت. الله لا يوفقك يا نعم. ولي علينا، يعني طلع السيران من عيوبكم عامس. ايه والله حلولة الطاف الله، كان الزلمة خاعس. ايه وشو صار بعد هالسيران؟ يا ستي اجوا لعنا بقى هالجيران، وقضينا هالشهرين ونص ونحن عم نسلي ونهرجله، وهو كل ماله عم يزيد ملله. معلومك ما في اصعب من القعدة على فرد جنب للرجال، وصار المسكين مضطر يسمع غصب عنه الايه والاه. ايه بس انتي ما قصرتي معه مو هيك؟ أعوذ بالله، الله وكيلك، كنت أسهر معه لنص الليل، ومعلومك هو بينام بالنهار وأنا بكون مهدود الحيل. ورغم هالشي وعواض ما نام مثل القتيلة، كنت دور بسراج وفتيلة على شي قصة ناعمة يتسلى فيها أو نكتة جديدة يضحك عليها، وكنت دلله بالأكل والشرب كوميات، وعلى اشتهيت لك هالمكدوسة ورح لف لك هالعروسة، وهالدرة مسلوقة وهالكريمة مخفوقة وهالكبة مهروسة وهالبطاطا ممعوسة إلى آخره. إيه وبعدين فكيتوا الجبصين؟ يا ستي فكينا وقلنا إجا الفرج، بس الزلمة بعد ما فكينا صابوا العرج. شلون يعني؟ يعني صار يعرج بمشيته أبشع عرجة. يو ليش هالمجبر جبر زلمة ولا نعجة؟ آخ مثل ما عم قلك، إمنا اضطرينا ناخده على الحكيم، ولما كشف عليه طمنا وقال دوا هالأعرج عندي والله العلي. ها قبل السلام والكلام، امشي قدامي لشوف. ليش هيك عم تعرج وبمشيتك عم تقلش؟ لك هل ليش جاي لعندك؟ مو مشان الدواء على يدك؟ ايوه صحيح. السطح على الشازون لشوف حاكم مشيتك مثل مشية الخروف. هون عم يجعك؟ لا ما في وجع. هون عم يجعك؟ لا ما في وجع. هذا بالظاهر عندك خرع. خرع؟ ما في داعي للفزع، كل داء وله عقار. إيه بس هذا بيصيب الأولاد الصغار وأنا وقعت من عال. المهم لازم بسرعة نعمل لك عملية ونركب لك سيخ. شو هاد؟ شو تركب له؟ لازم بسرعة نركب له سيخ معدني برجله. فضايل قل هو الله أحد سيخ؟ اي نعم. يعني بدكم تشقوا لي رجلي؟ وشو المانع اذا كان هذا هو الدواء الناجع؟ يعني بعدين بدون سيخ بدك تضل عم تعرج وراح تزيد العرجه، اما بعد ما تركب السيخ راح تمشي وتكرج وتصير فرشه. يا ترى هالعمليه ما فيها خطر؟ لا خطر ولا مطر، بعدين نحن عم نركب السيخ للضروره مو للبطر. طيب عملت نفس العمليه لواحد غيري؟ يا سيدي صرت عامل 31 عمليه، 14 ختيار و17 صبية. وشلونهم هلا ان شاء الله تمام؟ بيسلموا عليك كثير السلام. قصدي صحتهم بعد العملية. ايوه يا ستي كلهم عم يمشوا مثل الحصان، واحد منهم طلع بطل الجري بلبنان. ويا ترى شو بتكلفنا هالعملية؟ بدي اخذ لايدي 75 عصمة لية، هذا عدا الاواتيل والخدمات الطبية. طيب قديش بتكلف الخدمات؟ يعني 25% من كلفة العملية.
طيب ما ممكن نستغني عنها؟ عن شو؟ عن العملية. أبدا ولا بشكل، وإلا بدك ضل تمشي مشية البغل. العفو أنا يعني ما عم بشتم سب، بس هيك تسمية مشيتك بموسوعة الطب. طيب إمتى بدنا نساوي العملية؟ بس تجهزوا التكاليف 100%. يي هي أول مرة بسمع فيها إنه الرجل بفوت فيها قضيب. شو بدي ساوي يا أختي؟ بغير هالطريقة ما بيطيب. يو يقصف عمر المرض ويبعث له ضريب، والله ينجينا منه بجاه الحبيب. المهم مصاري كلفة العملية ما معنا. ايه وشو المعنى؟ المعنى انه بكتير بقليل بعنا بضاعة المحل لأبو جميل وتدينا بقية المبلغ من فلان وعلتان وعلا كلبة. الحق معك لأنه سعر العملية باهظ. يي وإن شاء الله ما تكونوا تدينتوا بالفايز. آخ لحد هلأ عم ندبر أمورنا ومن الأيام الجاي الله يجيرنا. هاتي لشوف احكي. بس ما تكون الحوادث بتبكي لأنه قلبنا علقان على شعره ومو حابين نبكي يا حسرة. آخ المهم يا مكسورات الخاطر والله يجبر بخاطرنا. ركبنا له سيخ برجله وفعلا فعلا رجع أحسن من أول بمئة مرة، يعني صار يفسخ رجلي فسخ مثل الرقاصات، ويا من ترى عما يفشخ بالحارة فشخ وينط كأنه داعس على الرفاسات. تقولي رجع غزال؟ لا أكتر بكتير. لك يا جماعة صار يسابق الجمال والبغال والحمير. الحمد لله، ألف ألف الحمد لله. بصراحة ما عاد معنا مصاري وصرنا نبيع العفش، لكن كنت مستعدة كرمال جوزي يبيع اللحف والفرش. وبيوم من ذات الأيام وما نشوف لك إلا أبو محسن نط نطة مثل النمس والتحش بالأرض وعلى فرك وطلبيت ورفس. دخيلك يا نعم وريدي ما عليك شباب شباب دورني ما بعرف ما بعرف حاسس بشي مثل سيخ النار عندي. حواليك يا ربي إيش حاسس بالضبط؟ ما بعرف ما بعرف مدري سفل ظهري مدري سفل بطني شي شادد علي شد وشي عم يلطني. سلامتك سلامتك يا بابا. لك هلا ما كان فيك البلد. بابا ساوي لك كاسة نعناع بركي اذا شربتها بتنفع. هلا المنيحة بدنا سؤال نتركه لكان يتوجع روح الكود اوام دوبني ابن عمي ليش حاسس؟ حاسس شي بظهري عم يلمع وعم يخرج حال بتخريج شي بده يطلع وما عم يطلع خايف على حالي يموت وما عيش. سلامة قلبك تقبرني انت بس اللي شو ساوي وامرني. خذوني لعند الطبيب يا اجيب الطبيب لعندي حاسس حالي ما راح اطيب لا بلعنة ولا تبرندي. ما والله حضرت وتلبكت. محسن تعال. نعم روح جيب الطبيب بسرعة. عرفت لو ابو حاتم اللي براس الطلعة. ماما لا تكون المرانة مفشورة معه. يبعت لي امسكي معي لنفوته لجوي السطح بركي بيخف ألمه لما بيتلقى. قوم يا بيوم انا مهلك على مهلك. اوكي نعم يي الله يكون بعونك. يعني ما في أبشع من حيرة الإنسان الغشيم قدام الأمر العظيم. طبعا لأنه بيحتار شو يساوي. الله ينجينا من البلاوي. وشو طلع معه يا ترى؟ طلع معه كلاوي. يعني إجته كريزة كلاوي ورمل؟ هيك فكرنا بالأول. طلعت الشغلة أكبر من هيك وأتقب. مثل شو يعني؟ يعني طلعت الكلاوي عنده مضروبة، الوحدة منهم مهرية والتانية معطوبة، وبدهم كل شهر غسيل، وبتعرفي الغسيل غالي. بس جوزي ماله عندي مسيل وبدي داوي له وبيع حالي. وسلمت للباري عز وجل أمري. وبيوم من ذات الأيام يا بعدي دلونا على طبيب هندي قال جاي للشام إعارة، وبألف يا ويلا أخذنا موعد زيارة. بصراحة وبصراحة في صراحة كلاوي جوزك مو مرتاحة ناهي ناهي وصار لازمها غسيل كل يوم ويتاني وهالشغلة ما كانت به إسباني ناهي ناهي صديق. طيب والعمال؟ ما بيعرف أمال ما بيعرف أنا أمال ما بيعرف خايف كلاوي تلتهب من كتر غسيل مستمر ناهي ناهي صديق وبمنتهى جفاسة جفاسة. بكل وضع هذا صديق ما بيصير ناهي ناهي. طيب شو العمل؟ ما بيعرف أمل أنا ما بيعرف أمل بس لازم يكون في أمل قبل ما ينتهي أجل ناهي ناهي.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب شو سبب هالشغلة يا طبيب الهند؟ الظاهر كلاويك كانت سخنة كتير وعلى غفلة أخذ برد، أو هذا الصديق بظاهر بيأكل سخن كتير، يعني من الغلوة للكلوة، وهالشي ناهي ناهي ما بيصير، ومشان هيك صابته هالبلوة. صحيح، هو كأنه سقف حلقه مبلط. اي والله ما اشرب سخن مثله، لا اصرخ وازعط. ويمكن ما بيشرب مي وبيتكدس الرمل بكلته يا خطي، بالإضافة إنه من الجائز يأكل فواكه بالجبرة وما بيسخى يغسلها من التراب بالمرة. قامت انضربت كلاوي يا حسرة. هلا شو بدنا بالأسباب؟ وصلونا للنتيجة. أخي أنا طول عمري بشرب من مستنقع الغاب، وبعمري ما دقت مية الفيجة. هلا أنتوا جايين تعاقبوني وتحاسبوني ولا جايين تطيبوني وتشفوني؟ يا روحي يا روحي، ما في داعي يتوتر، إذا كنت مضايقتك نحن أكثر. طيب ما قلت لنا شو بدنا نعمل يا حكي؟ الأمل هو تركيب كلوة جديدة، خلنج. منين بدنا نجيبها هي؟ من بلاد إفرنج، لأنه كلاوي هذا رفيق صايرة مثل إسفنج متشتش، وما قعدت تغب منيح تغب منيح، وبتصيبه حركة لما بيطقش. ولك صحيح منعرف هالشي، بس عم نقلك شو العمل؟ الأمل إنه تشتروا كلاوي. أوكي أوكي. طيب دلنا هاي منين بتنجاب؟ من بلاد الهند أو البنجاب. وشو وصلنا لهنيك؟ بعدين مين اللي بده يستغني عن كلاوي؟ شوف صديق، نهنا لازم نحط أخبار بمشافي الهند ليل نهار، يعني بمجرد ما يجيهم شخص بده يتوفى تازة منشترين هنا كلاوي ومنركبهم بجسمك يا هذا. يعني بيصير هالشي؟ يلي بيقيش يا ما بيسمع أو بيشوف. أنا بزمانه ركب كلاوي صعدان لخاروف. وعاش يا ترى؟ عاش حتى صار كبش وما كان يموت، ولما مات مات بقرصيت عنكبوت. قديش حق الكلاوي؟ ادي ومدي بلاوي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا هرمة يا هرمة، يلي بيقيش يا ما بيشوف وبيسمع. مثلا أنا بركب للبني آدم إصبع بدل إصبع، وكله بهاول الله تعالى، حتى إني ركبت إن لبنت الهند بنغالا، ولهلا عم بيشوف بيشوف مني وماشي هلا. طيب وشلون بدهم يوصلوا الكلاوي لهون؟ بطيارة دايركت مع ممرض خاص، يعني لا بسيارة ولا بسفينة ولا بالباص. أوكي أوكي. طيب وقديش معنا مهلة؟ مو كتير، كوش الأعمار بيد الله، بس كل شي بيصير إذا توكلنا على الله. أوكي أوكي. نام أبوك؟ إيه نام. على قامتي عليه، كان كله شباب، كان يميل على حيط يهده، على غفلة ساواه المرض أكبر من جده. شو بدنا نساوي هلأ أمي؟ العملية مكلفة كتير. طالما البيت باسمي ما رح أعدم التدبير، ومثل ما بتعرفي هالبيت مخلف لي يا جدك فوزي، وأنا حالفة ما بيعه، بس كرمال خاطر جوزي ناوي هالمرة بيعه. يا ترى سعره بيسدد التكاليف؟ ما بظن، ومشان هيك رح بيع إسوارتي المبرومة وفوقها مضيف الألماس. بس هي إسوارة ستي المرحومة. صحة أبوكي هي الأساس، والمصاري ما بتنقاس. والله والله لو بدي حط ما فوقي وتحتي بحط حتى ما تنخمش أصبحته، وبدي إياه يقول يا ريت كل النسوان مثل مرتي ويفتخر فيني وترجع له صحته. الله يبارك فيكي يا أمي، والله مثلك ما رح شوف. بقى لا تزعلي ولا تهتمي، أبي عمره أبي ما رح ينسالك هالمعروف. ومالكم بالطويل، عملنا له العملية وركبنا له كليتين. ونجحت العملية؟ ما بيختلفوا على نجاح اثنين.
آمنتوا بالله يا جماعة على هالعلم شلون صار؟ يعني مو بعيدة يقيموا عين بقرة ويركبوها الحمار. شايفة سميحة شايفة؟ ايه ورجع مثل ما كان بالأول؟ وأحسن بكتير، البركة رجعت لقوته وصار مثل الحصان، يعني صار يحمل كيس قمح بعد ما كان بورقة سيجارة يطح، وصار بقى ستي يعتني بحاله وما حدا قده وأبو زيد خاله، وبلش بقى يتهندز ويتعطر ويعزم رفقاته لعنا ويروح هو وياهم يسهر. وأنا شفته بهالقوة وبهالفتوة دعيت لربي وقلت له سبحانك يا ربي ما أعظم حكمتك، ما بدك تبليني هالبلوة وتاخذ لي جوزي لرحمتك. الحق معي، إيه والله الرجال بالبيت رحمة ولو كان فحمة. المهم قال لي مرة أنه رفقاته من فرحهم فيه حابين يعزموه 10 أيام على اللاذقية للنقاهة، وقال هو مو حابب يتركني ومن رأيه بلاها. قلت له لا والله، الطبيب قال لازم تشم هوا وتصفي فكرك، فروح تقبر عظامي إذا كان هالشي بسرك. وقمت على الفور أنا ضبيت له أوعي وتيابه هالبيجامات النظيفة والعطورات والقمصان والقلابيات والشحاطات والمناشف والشراشف، لأنه هو ما بيحب ينام على شراشف وملاحف الأوتيل. ومثل ما بتعرفي جوزي كتير نظيف. يو لك والتانية قال مثل ما بتعرفي، شو عرفني فيه أنا؟ لا دقيقي ربيعة، معنى الحكي ايه والخلاصة؟ الخلاصة يا مكسورات الخاطر، هو تهون على السفر من هون ونحن استغلينا هالفرصة من هون، وبلشنا بقى ننظف ونعزل بهالبيت الصغير اللي استأجرنا حتى يرجع ويلاقي كل شيء نظيف بنظيف. وبيوم من ذات الأيام نزلت أنا وويداد على السوق لحتى نشتري برادي. رجع لبالي شوف العروس. لك نحنا يا بنتي ما لنا معزومين، حلوين لا نحنا نفوت لعند الجماعة دجني دجتك العافية، بركي قلعونا بلا آفية، ما بنعرفهم لا بيعرفونا. لك يا أمي ما رح نطول، أصلاً ما حدا رح يعرف حدا، ناس بزنونا من أهل العريس وناس بزنونا من أهل العروس. الله يخليك أمي لا تكسري بخاطري تقبريني. بتعي تقبريني بس فعلاً شايفتيني هالكانة بالأسوأة وقت عراس هلأ جري تكسرت بالسوق، خليني روح على بيتي ارتاح. الله يخليك أمي بس شوي من تلطل لهم نرجع علينا. خلصت بقى تعي. انت شايفه اللي انا شايفته؟ وابوكي هاد لك وداد؟ على اساس ابي مسافر باللاذقية؟ يخرب بيته شو ندل، معقولة يعمل فيكي هيك فصل؟ هذا اللي صار.
عطيته ببعيوني وسهرت على راحته حتى التهبت شفوني وسرحته ومشطته وقويته ونشطته وللحياة بعون الله رجعته. كان جزائي منه يتجوز علي بنت أصغر من بناته. يلا في حدا؟ منو هاد؟ بالظاهر هذا جوزي حمدي جاي يزورني هو ومرته صانعتي. أهلين ابن عمي، فوت تقبرني فوت، قريته ما يعدم الصوت.